مش من المفترض انه يختلف حد على انه كلمة تنمية تساوي تنمية بكل ما تحمله هذه الكلمة الكبيرة الهامة من معنى. يعني ايه التنمية يا جماعة؟ مش بس ان احنا بنعمل رقعة عمرانية جديدة. التنمية يا جماعة هي ان انا بعمل العمران وبعمل مدارسه وبعمل جامعاته وبعمل صناعته وبعمل زراعته وبعمل تجارته وبعمل خدماته وما إلى ذلك، فيصبح المكان اللي محتاج هذه التنمية عايش مبسوط حياة كاملة متكاملة. بس كده؟ لا، يبدأ الناس التانية اللي عايشة في مناطق شديدة الازدحام زي كل محافظات الدلتا على سبيل المثال تبدأ تلاقي إن لها فرصة حقيقية واعدة لحياة أفضل في المناطق اللي اتعملت فيها التنمية. طيب لما أنا امبارح بقولك ما تنساش إن مصر اشتغلت على مشروع قومي شديد الاستراتيجية ألا وهو تنمية الأطراف والمناطق الحدودية، ومصر اشتغلت بنفس الطريقة اللي أنا بقولك عليها. خلي بالك دي مش طريقة تانية، مش بنات أفكاري، ده الدنيا بتفكر في كده، بتفكر في كده بقالنا مثلا يجي 70-80 سنة. هو ده تصور كلمة التنمية عند العالم، معرفش جه عندنا ووقف ليه. مش مهم، المهم انه في 2014 النظرة حقيقي بقت مختلفة والتوجه فعلا بقى مختلف، وبقينا بنشتغل على مسألة تنمية الأطراف والمناطق الحدودية فعلا زي ما الكتاب بيقول فعلا. ومن أهم الحاجات اللي لازم تبص عليها هي الأطفال بتوع أي مجتمع، هو بقى في المجتمع المصري في المجتمع الموزمبيقي، الأطفال هم مستقبل أي مجتمع وهم مستقبل أي دولة. الشباب حاضر، الناس اللي قدي واللي أكبر مني كل سنة وإحنا طيبين، مش هنبدأ نشتغل دلوقتي، إحنا اشتغلنا وعملنا اللي عملناه صح كان ولا غلط. الشباب هم حاضر يستثمر فيه، اما اطفال اي مجتمع هم المستقبل اللي لازم تبنيه، فتبنيه بالمظبوط. وبالتالي خلق ثقافه حقيقيه وحياه ثقافيه ونشاط ثقافي للاطفال في اي مجتمع هو لازم ولابد، فما بالك بالاطراف والحدود. كان الدوله زمان ناسيه، ده الدولة كانت ناسية ان في قاهرة، العشوائيات كانت على قفا من يشيل في قلب العاصمة. يلا المهم، فتلاقي ان في مشروع حلو جدا عاملاه وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، اسمه ايه بقى؟ اسمه اهل مصر. اهل مصر ده شغلته اطفال المناطق الحدودية، التنمية الثقافية لهؤلاء الأطفال. أستاذ عمرو البسيوني، دكتور عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، صديقي العزيز، ازيك يا دكتور؟ ازيك يا أهلا، ازيك يا أستاذ يوسف؟ عامل إيه؟ إيه الأحوال؟ كله تمام؟ الحمد لله، والله تمام الحمد لله. مبروك متأخرة شوية. الله يخليك. لكن مبسوط إن إحنا بنتكلم مع بعض على هذا المشروع، وهيبقى في جزء من كلامي عن المشروع متعلق أيضاً بماليات المشروع، ده على حس اللي كنا زمان بنتناقش فيه وقت ما حضرتك كنت متولي الإدارة المالية للهيئة، فهبقى لازم هسأل حاجات على الفلوس. تحت أمرك. ربنا يخليك. إيه هو مشروع أهل مصر؟ إيه تصوركم لمشروع أهل مصر وخلق نشاط ثقافي حقيقي وبناء وعي ووجدان أطفال المناطق الحدودية؟ أستاذك، هو برنامج أهل مصر، هو برنامج ده المشروع ده تتبناه وزارة الثقافة. طبعا الدكتور نجيب الكيلاني بتدعم المشروع ده من ساعة أنا ما جيت، حتى كمان إن أنا السنة دي عاطينه أولوية كبيرة جدا، وطبعا كان ممتد قبل كده المشروع بس السنة دي في بعض تغييرات. مشروع أهل مصر المناطق الحدودية، إحنا عندنا 6 محافظات حدودية، شمال سيناء وجنوب سيناء والمطروح والبحر الأحمر وأسوان والوادي الجديد، 6 محافظات حدودية دولي. بنعمل مشروع أهل مصر ليه 3 محاور، بيبدأ من الطفل والشباب والمرأة. حلو. الطفل من عمر 9 إلى 15 سنة، الأطفال من 9 إلى 15 سنة. ماشي. والشباب من 18 إلى 25،
والمراه مراه سواء مراه او فتيات من 25 فيما فوق، يعني مش ملهاش سن محدد. يعني احنا بنبدا، احنا بدانا السنه دي اول باسبوع بنطلقه، بدات تطلقه تحت رعايه معالي الوزيره الدكتور نفين في جنوب سيناء في شرم الشيخ بالتحديد، اعتبارا من 21/7 21/8، وان شاء الله ختامه 27/8، وعباره عن مشروع البدء بالاطفال، بديم بالاطفال. طبعا احنا الاول عاملين اولويه، الدوله السنه دي عامله اهتمام بتنميه سيناء، فكل عاملين شغل مكثف في سيناء السنه دي سواء شمال او جنوب سيناء، الشهر ده والشهر اللي بعدين لحد شهر 10 ان شاء الله باذن الله. احنا بادئين بالطفل، بعد كده الشباب، بعد كده المراه. احنا الطفل المتركز في عندنا 200 طفل جايبينهم من ست محافظات الحدوديه. الاطفال دي احنا بنجيبها بنختارها، عندنا مدربين، عندنا ناس في المحافظات السته جبناهم الاول وقعدنا معاهم لفلسفه المشروع الجديد اللي احنا، يعني هو المشروع موجود زي ما هو، فلسفه الاختيار. فاحنا عندنا اخترنا ال 200 طفل، بدانا بال 200 طفل. احنا بدانا هتبدا عباره عن السبع ايام، عباره ان هم الاطفال بتيجي، بنبدا الاطفال بنعمل لها اختبارات وبتاع، بنشوف منهم الموهبه لكل طفل، ايه الموهبه اللي عنده، لان هو اساس المشروع اننا بنكتشف المواهب اللي عند الاطفال في الابناء الحدود، وبنعمل دمج بينهم بالمحافظات. ماشي. حتى في التعايش. حلو. بنشوف الطفل اللي هو عنده سواء موهبه في الكتابه، في الشعر، في الغناء، في المسرح، في الفنون الشعبيه. بنعمل ورشه اسمها ورشه الصحف الصغير، لو عنده واحد عنده حته صحفي او شايف نفسه صحفي، بنقعد نصنف الاطفال ونعمل ورشه خلال الاسبوع. كل الفنيين عندنا المختصين اللي احنا مدربينهم بييجوا بياخدوا الاطفال كل واحد على حسب تصنيفه، وبنعمل عليهم بيشتغلوا ورش لمده شهر، ورش حكي، ورش خياميه، ورش فنون تشكيليه على حسب الفن في كل واحد. وفي نهايه الاسبوع بعد تعايش الاطفال مع بعض سواء من كل المحافظات بيتعايشوا مع بعض، ده بيتعرف ثقافه ده وده بيعرف ثقافه ده، ويحصل دمج بين الاطفال. وبنعلمهم اهم حاجه خلال الاسبوع كمان، مش موضوع ورش بس، احنا بناخد الاطفال خلال الاسبوع بيتعرفوا على المعالم السياحيه بتاعت بلدهم، بيعرفوا بلدهم، بيعرفوا اكتر بلدهم، عشان ننمي روح الولاء والانتماء عند الاطفال والهويه المصريه. في نهايه الاسبوع بنعمل لهم مشروع تخرج، يعني كل بتوع المسرح بيعملوا مسرح، نتاج الورشه بنعمل معرض الورشه، وده ان شاء الله باذن الله الاسبوع ده احنا بدانا اللي هو من 21/7 زي ما قلت لحضرتك، من 21/8 لحد 27 باذن الله تحت رعايه معالي الوزيره ومعالي المحافظ جنوب سيناء. ده مشروع اهل مصر الجديد. بقى ده المشروع ده مستمر قبل كده. الجديد السنه دي اللي احنا عاملينه ان شاء الله، ان احنا المشروع بيمتد سنه، اسابيع متصله مع بعض، احنا المشروع مش منتهي. يعني الاطفال بعد ما بتمشي، الساده المشرفين على المشروع بيتواصلوا دايما مع الاطفال، وعاملين معاهم قنوات تواصل سواء على الواتس او من خلال المديرين الافرع الثقافيه في المحافظات بتاعتهم، عشان بنتابع الاطفال بتاعتنا، وفي بناخد منهم جزء في الاسابيع اللي جايه القادمه، الاسابيع ممتده خلال السنه. الجديد ان شاء الله السنه دي ان احنا عاملين في اخر السنه باذن الله هنعمل حفله كبيره، هنعمل مشروع تخرج خلال الاسابيع اللي تمت خلال السنه، طول السنه هنختار الاطفال الاكثر موهبه ونعمل بيهم حفله، ونعمل بيهم مشروع تخرج كبير ان شاء الله باذن الله، تحضره معالي الوزيره والقيادات السياسيه في البلد ان شاء الله باذن الله. طب ده كلام كويس. انا عارف بكل الاحوال ان احنا عندنا قصور ثقافه في كل المحافظات الحدوديه اللي حضرتك ذكرتها، شمال وجنوب سيناء، البحر الاحمر، اسوان، الوادي الجديد ومطروح. بس انا بقى هنا سؤالي، المشروع ده حلو وجميل، بس انا بتكلم هنا على ان انا باخد شرائح من الاطفال من المحافظات دي، ومساله الدمج ومساله ان انا اعرفهم على ثقافات محافظاتهم ومناطقهم المختلفه، ده اكتر من رائع، مش مختلفين فيه. انا وهنا بقى الحكايه بتاعت الفلوس اللي دايما نقعد نتناقش فيها في مجلس النواب، انا عاوز ازود جدا عدد القصور وبيوت الثقافه اللي موجوده، واقدر ان انا، وانا عارف ان احنا بنشتغل على كده من بدري يعني مش مختلفين، بس عاوز ازود شكل التعاون اللي ما بين قصور الثقافه وما بين مراكز الشباب عن طريق الوزاره، يعني الوزارتين ثقافه ووزاره شباب. ونفسي يا دكتور عمرو انه العيال يتعمل لها مسابقات في تلخيص مسرحيات من الادب الروسي والمصري والفرنسي والبريطاني او الانجليزي والادب الامريكي، ويعملوا دول لخصوا اللي عمل الملخصات الفائزة تنتج لمسرحيات الولاد هم اللي يمثلوها ويساهموا ويشتركوا مع المخرجين اللي بتوفرهم وزارة الثقافة والهيئة إلى آخره. يعني
الفن في مفهومه المتكامل هو ده حقيقة الصد الرئيسي. أنا كده خليت العيال قرت ولخصت وعملت مسرحيات وشهمت في الإخراج ومثلت وعملوا مزيكا وعملوا كل حاجة. ده هيحتاج مننا فلوس صح؟ طبعا هيحتاج فلوس، بس مش القدر، مش الفلوس، القدر أكثر من الفلوس اللي هو المشاركة الفعالة مننا. بس لأن احنا حتى من ساعة معالي الوزيرة ما وجهت، هي وجهت في بروتوكولات تعاون اللي بيننا بين وزارة الشباب وبين التربية والتعليم. احنا مش لازم في أي قرية احنا نزلنا القرى مش لازم يكون في قصر ثقافة أو بيت ثقافة. في مدرسة هنشتغل في مدرسة. ما فيش مدرسة في قصر ثقافة هنشتغل في قصر ثقافة. ما فيش في هنشتغل في هنشتغل في المركز الشباب. حلو. احنا عندنا 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 فعلا الناس بتوعنا اللي هم مدربين على الفنون، سواء الفنون سواء اكتشاف المواهب والفنون، دول اللي هنستغلهم في المدارس. ده احنا عايزين، احنا ان شاء الله باذن الله يعني خلال التعاون مع التربيه والتعليم ان احنا هندخل للمدارس، هندخل للاطفال اللي في المدارس ان احنا نستغل ونكتشف موهبتهم. كان في مشروع تاني اللي هو اللي حضرتك قلت عليه فعلا اللي هو المسرح المدرسي. ده احنا فعلا فيه شغال، فيه شغالين هنبدا نشتغل عليه ان شاء الله الفتره اللي جايه بشكل مكثف اكثر ان شاء الله. ضروري ضروري يا دكتور عمرو، ضروري ضروري ضروري. زمان كان في حاجه اسمها عيد الطفوله. خلينا نعمل مهرجان الطفوله بالتعاون مع الثلاث وزارات، ثقافه وتعليم وشباب، واشوف مسرحيات بتتعرض ويبقى في مهرجان كبير، واشوف المسرحيه دي بتتعرض في التلفزيون، المسرحيه اللي تفوز بالمركز الاول على مستوى الجمهوريه وما الى ذلك. في ممثلين كبار دلوقتي كانوا بيشتركوا زمان في مسرحيات عيد الطفوله بتاعتنا واحنا صغيرين. فعلا السنه دي يا استاذ يوسف لاول مره تحت رعايه معالي الوزير نبيل الكيلاني دار الاوبرا المصريه عامله مهرجان للمسرح الطفل، ده اول مره كان يتعمل. ممكن لسه كان في تواصل من اول امبارح معايا ان هم عايزين جميع شرائح المسرح. احنا بننتج كهيئه قصور ثقافه ما يقرب من 47 شريحه مسرح طفل، مسرحيه طفل. فهم عايزين يعني احنا هنعمل فيه مهرجان هيتعمل اسمه مهرجان مسرح الطفل ما بين مسرح عرايس ومسرح تمثيل. ايوه كده ان شاء الله باذن الله تقول هيبقى فيه فعلا مهرجان مسرح الطفل في وزاره الثقافه تحت رعايه معالي الوزير. اهو ده كلام زي السكر والعسل والشربات. اشكرك يا دكتور عمرو والف مبروك مره تانية، واكيد هنلتقي بعد انتهاء الاجازه البرلمانيه. اشكرك جدا 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 دكتور عمرو البسيوني رئيس الهيئه العامه لقصور الثقافه.